الأخير ما أسمع. منو بيكم سجل المحاضرة؟ منو سجل المحاضرة؟ تقدرون تسجلوها؟ أنا ردت أقول لكم من البداية وما نسيت. منو سجل المحاضرة؟ تسمعوني؟ طلاب نسمعك. أعتقد رهف اللي سجلت المحاضرة، بس ما ما أعتقد سجلت موجودة. المحاضرة، ما بدي أسجل. ها بس شو اسمه، أني جربت إنه سجلت المحاضرة، سجلت. جربت إنه أسجل المحاضرة بس تطلع بدون صوت. إذا تعرفونها سجلوها بصوت فيكون أفضل، تنطوها للطلاب اللي ما عندهم شو اسمه، ما عندهم نت. يسمعوني؟ تمام سؤال. إذا تعرفون يسجلون المحاضرة ويطلع بها صوت فانطوها للطلاب البقية اللي ما يسمعون. أنا جربت أسجلها بس ما يطلع لي صوت، وأكو برامج يمكن يعني خاصة أسجلها، ما أعرف، ما عرفت شلون يعني. إذا واحد بيكون مسجلها ينطيها لبقية الطلاب، انطوها لطلاب الأقسام الداخلية وأي واحد عنده نت ضعيف. بس نكمل هاي. زين، هسا النقطة السابعة من الكومبليكيشن هي الترايكيال تيوب اوبستراكشن. هاي شوي بيها شرح. ترايكيال تيوب اوبستراكشن يعني التيوب مالتنا ممكن يصير بيه انسداد. زين، هذا الانسداد اما يكون بارشل يعني جزئي او كلي، يعني جزء من التيوب ينسد ويبقى يصير يعني inadequate ventilation، او ممكن كومبليت يعني كل التيوب ينسد. زين، هاي شو وقت تصير عندنا؟ تصير بالانفانت وبالسمول تشيلدرن، يعني عادة تصير بالأطفال. ليش تصير بالأطفال؟ لأن التيوب مالتهم جدا صغير يعني، فممكن أي طخة بيه راح يصير بيه كينكينج وراح يصير بيه أوبستراكشن، راح يصير بيه أوبستراكشن. إيه، فهاي يصير غالبا بالأطفال باعتبار التيوبات مالتهم حجمها أو سايز مالتها جدا صغير، وش اسمه يصير بيها أوبستراكشن. زين، شنو الكوزز مال الاوبستراكشن؟ شنو الاسباب اللي ممكن يسوي الانسداد باليوتيوب؟ اول شي بايتنج، يعني شنو المريض ده يعض على اليوتيوب، وهاي ممكن تصير بالبالغين ممكن تصير بالاطفال. زين، ايش وقت المريض يعض على اليوتيوب؟ يعني احنا نعرف احنا من سوينا تيوب للبيشنت، المفروض هو نايم يعني ما يعض ولا يحرك اي شيء. زين، ايش وقت المريض يسوي بايتنج على التيوب؟ في حال كان المريض قاعد يعني ان اديكويت انستيزيا، يعني في مرحلة اللايت انستيزيا، في النهاية مرحلة اللايت انستيزيا ما يصير اسوي بيها تيوب ولا اسوي، ما يصير اسوي بيها انتوبيشن ولا اكستوبيشن، ما اسوي. يعني هاي الحالة راح يكون المريض لا هو نايم ديب ولا هو قاعد، هاي ما يصير اي شيء اسوي بيها. شو وقت اسوي في مرحلة ديب أنستيجيا؟ ديب يعني شنو؟ يعني المريض نايم وأنا أقدر أسوي أي شيء. هاي المرحلة اللي أقدر أسوي بيها انتوبيشن. إذا كان المريض لايت، لا راح ممكن يصير سبازم عندي، ممكن يصير عندي لايت، ممكن يصير يعض المريض على شيء، ممكن اي شيء يصير عندي. فهاي المرحله جدا خطره ولازم اتاكد انه انا وصلت ديب انستيزيا، يلا اخلي للبيشنت تيوب حتى اتجنبها، انطي المريض تخدير اخليه يوصل ديب انستيزيا، واخلي له ممكن بايت بلوك. بايت بلوك شنو؟ هاي حكيت لكم عنها بالمحاضره السابقه. بايت بلوك عباره عن قطعة بلاستيكية يعني قوية يخلوها بالماوث مع المريض، وهاي يستخدموها أطباء الأسنان يعني حتى يفتحون بيها حلق المريض وما يتحرك ويشتغلون براحته. هاي يخلوها بداخل الماوث مع المريض حتى يمنع المريض إنه يصير عنده باق بالفم، أسنانه بتنطبق وراء ثاني، فيبقى الماوث مفتوح. فبهالحالة أنا أمنع المريض يعض على اليوتيوب، وأقدر أتجنبها من الأخير. أخلي المريض ينام زين يلا أسوي تيوب، أو أخليه له، أقدر أخليه له أيروي حتى ما يصير عنده بايتنج، ما يعض على اليوتيوب. زين، النقطة الثانية من الأسباب اللي ممكن تسوي الأوبستراكشن
باليوتيوب هي شنو الكينكينج، يعني اليوتيوب ينطبق أو ينسد. زين كينكينج يعني شنو؟ يعني اليوتيوب يعني أنا مثلا خليت يوتيوب وما عندي مشكلة وثبتت هاي، ورا شوية صار عندي مشكلة أشوف النرد مدى ياخذ نفس. زين شنو المشكلة؟ اليوتيوب مطبوق. هاي شو وقت تصير عندي باليوتيوبات العادية اللي هو تيوبنا هذا اللي يسميناه PVC تيوب، اللي هو الترانسبارنت تيوب الشفاف الاعتيادي، هذا ممكن بسهولة ينطبق لأن هو المادة مادة رقيقة وبلاستيكية مرنة يعني، فهاي ممكن ينطبق بسهولة، ممكن يصير بكنكنج والمريض ممكن يعني النفس مالته يقل، يصير هايبو فنتليشن وممكن يتعرض الأذى يعني. فاحنا لازم عيننا دائما نراقب البيشنت، أي مشكلة عنده نحلها. زين شنو ممكن ليش يصير كينكينج؟ يعني انا مخليه تيوب مثبته وما عندي مشكله والمريض نايم المفروض ما يتحرك، شنو المشكله يعني اللي يسوي لي كينكينج؟ شو اسمه، اذا كان عندي قلنا هذن العمليات الهيد والنك سيرجري ذني بيهن مشاكل باعتبار والاي ان تي، يعني عمليات الاي ان تي، عمليات الوجه والفكين، عمليات الماكسيلوفيشال، عمليات الدنتال الاسنان، كل شيء قريب على الابر ايروي قريب على اليوتيوب هذا راح ياثر. ليش؟ يعني قلنا الطبيب الجراح جاي يشتغل يمنه، فمن ده يشتغل ممكن يحرك راس المريض، يحرك الرقبه مالته، يحرك يعني هو الاجزاء هاي ده يشتغل بيها، هو ده يشتغل بالادوات مالته يحرك راس المريض، فبس حرك المريض انطبق اليوتيوب وراح المريض. فاحنا بهالعمليات احنا لازم نخلي انواع خاصه من اليوتيوبات، واكو نوع راح ناخذه ان شاء الله بالمحاضره الجايه، يعني المحاضرة اللي منخلص هاي المحاضرة ناخذها محاضرة سبيشال تيوب. اكو نوع من التيوبات اسمه ارمر تيوب، هذا الارمر شنو؟ تيوب عادي مثل هذا بس مخليني بداخله سبرينج او سبايرال، هذا ما راح ينطبق ابدا، وهذا اعتقد ماخذ لكم اياه يعني بال شو اسمه ماخذينه بالتخدير. تيوب ما راح يصير بيه كينكينج، فنتجنب هاي المشكلة بهاي العمليات اللي هيد ونك سيرجري. من الأسباب اللي ممكن تسوي لي أيضا تسوي لي obstruction هي الماتيريال in the lumen of the tube، يعني أكو فد مادة أو فد foreign body أو أي شيء ممكن دخل بداخل التيوب نفسه. هاي شنو ممكن توث أيضا، يعني ممكن سن المريض، إحنا قلنا قبل شوية ممكن سن المريض يوقع ويندفع لي جوه بالairway ويسد لنا الايرو يسوي لنا مشكله. هسه هنا لا، ممكن يدخل يعني بالغلط يدخل وين؟ داخل التيوب. هذا التيوب، هذا التيوب هنا بداخل التيوب راح يدخل شنو؟ السن او الفورن بودي. فشي يسوي التيوب؟ احنا نعرف السايز مالته الانترنال دايمتر جدا صغير، ممكن اي شيء يسده، يعني السن هذا مال المريض ممكن يسده، وراح يصير بي اوبستراكشن وراح ينسد وراح يصير عندي مشكله. فاحنا نتاكد لي قدام نفحص اليوتيوب ما بيشي، ممكن مو بس يعني ممكن مو بس ممكن هو اليوتيوب من يجينا من الشركه، يعني هو ماده بلاستيكيه، ممكن هو مسدود من الداخل، يعني ممكن بي اي شيء واقع قطعه بلاستيكيه او اي مشكله بي سدنا اليوتيوب من الداخل. ممكن وانا جاي اشتغل ممكن الادوات مالتي دا اشتغل بيها، ممكن نيدل مال السرنجه مثلا، او ممكن اجزاء من الكانيولا هذا شو اسمه مثلا أجزاء هاي البلاستيكية، أو أي شيء صغير أجزاء الزجاجية مال الأمبولة وأنا دا أكسر الأمبولة مثلا، ممكن أي شيء صغير، كل هاي الأشياء ممكن واردة وصايرة، أي شيء صغير ممكن يوقع داخل التيوب ممكن يسده ويسوي له مشكلة. فإحنا نشيك التيوب زين ونشيك الشغل مالتنا زين ونشتغل بحذر، من ما راح نوصل لهذني المشاكل. زين واحدة من الأسباب اللي تسوينا شو اسمه obstruction باليوتيوب هي الكف بروبلم. الكف من نجي النفخة مرات شي يصير بيه ما راح ينفخ بالتساوي، يعني هو الكف داير ما داير اليوتيوب صاير، فمن نجي ننفخ اليوتيوب شو راح يصير؟ راح الكف ينفخ مثلا من جهة واحدة، ممكن واحدة من الجهات الثانية راح يلتصق بالجدار مال اليوتيوب، يعني الكف ينفخ من جهة والجهة الثانية ما راح ينفخ منها، فبهالحالة شو راح يصير؟ راح اليوتيوب يروح على جهة واحدة. اليوتيوب شلون هاي الصورة دي تشوفون هاي الصورة؟ اليوتيوب هنا راح يروح على جهة واحدة من ال على الجدار مال التراكية، يروح على الجدار مال التراكية وراح شنو تنسد عندي البوفل مالتي راح تنسد.
فراح يصير عندي مشكلة. فهنا المفروض عندي المير في آي تشتغل، بس أكو تيوبات مثلا ما بيها مير في آي، فراح يصير عندي مشكلة، المريض ما راح يأخذ أي نفس. زين external compression or displacement يعني شنو؟ يعني واحدة من الأسباب، بس احنا كلنا دني شرح دني أسباب ممكن يسوون obstruction انسداد داخل التيوب. واحدة من الأسباب اللي ممكن يسوي انسداد بالتيوب external compression، يعني ضغط خارجي، يعني أي مشكلة خارجية، ممكن ضغط من الجراح هو ده يشتغل، ممكن آني عندي، ممكن الثايرويد. الثايرويد تعرفون اللي هي الغدة الدرقية، الغدة الدرقية من يصير شو اسمه جويتر، جويتر تعرفون شنو؟ جويتر يعني تضخم بالغدة الدرقية، وهاي الغدة الدرقية موجودة دايركت فوق الرغامي، فهاي من يصير بيها تضخم، يصير بيها ورم يعني تروما تيومر، هاي راح تشسه وتضغط على الايروي، يمكن يعني اذا كانت جدا كبيرة راح تضغط انه على الايروي، يسوي اوبستراكشن بالايروي، وسوي obstruction بالتيوب نفسه. أو ممكن إذا كان عندي مشكلة وين بال شو اسمه بال بالأورتة اللي هو الأبهر، الأبهر إذا صار بتيومر أو صار بمشاكل هو أيضا يمر فوق التركة، فأيضا يضغطنا على التركة على التيوب يسوي لنا مشاكل. وأيضا وحدة من الأسباب إنه change body position، هاي جدا مهمة. هاي المريض أني دا أشتغل مثلا المريض عندي عملية ظهرة، العمليات اللي يحتاجون بيها تغيير بالبوزيشن، بس أني أول ما يجي المريض شو أسوي؟ أخليه سوباين بوزيشن يعني نايم على ظهره، وأخليه له تيوب أكمل. شو يسوي النوب؟ أنا أحتاج أسوي العملية وين؟ بالظهر. فهنا شو يسوون؟ يغيرون البوزيشن مع المريض، يحولونها من سوباين بوزيشن إلى برون بوزيشن. شو نسوي؟ نفصل التيوب، نرجع نحول المريض على بطنه، نرجع نرجع اليوتيوب. هاي الحركة من فصلنا من حركة والمريض وقلبه، احتمال يصير بيها كينكينج، احتمال يسد اليوتيوب، احتمال اي شيء يصير بيه. فتغيير البوزيشن جدا مهم، لازم انا اشيك اليوتيوب قبل لا اغير البوزيشن، وي ما اغير البوزيشن اشيك اليوتيوب، المريض جاي ياخذ نفس زين، اليوتيوب بعد المكانة، الكف بعد منفوخ، اذن يكون اشيك اي شيء خلاص، اي شيء مال التيوب او مال البيشنت او راس المريض وحده، كلهن اي تغيير يصير عندي لازم. حد الان واضح؟ عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ ناسك واضح. واضح شو؟ ماكو لا صوت لا حسنا نفس جو. واضح واضح ست. ايه اي شيء عندكم نعيده بالمحاضره جاي، احنا بكل احوال راح نعيد الشرح يعني، بس هسه لازم نكمل هاي المحاضره شوي. شلون نمنع الاوبستراكشن؟ هسه احنا صار عندنا اوبستراكشن، صار عندنا نحل المشكله، بس احنا حتى نتجنب الاوبستراكشن من البدايه، يعني ما يصير عندنا اوبستراكشن، شو نسوي؟ اول شيء نستخدم تيوب شفاف. عاده التيوب الشفاف من خلال احنا تذكرون من اخذنا قلنا التيوب الشفاف هو اكثر تيوب نستخدمه، ليش؟ لأن من خلاله أقدر أشوف إذا صار عندي vomiting مثلاً، أو عبر صار عندي صار عندي مشكلة، أي مشكلة بالتيوب الشفاف راح تبين. فأنا أول شيء أستخدم تيوب transparent يعني شفاف. زين أستخدم تيوب بمير في آي، لأن كل نوعيات التيوبات ما بيها مير في آي، حتى إذا انسدت البوفل اللي هي الفتحة الرئيسية مال التيوب، المير في آي هي راح تعوض. زين أستخدم تيوبات فليكسوميتاليك، هاي راح ناخذها بالمحاضره الجايه. فليكسوميتاليك يعني شنو؟ يعني تيوب هو هم صلب ما يصير بيه كينكينج ما ينسد، وهم فليكسيبل بنفس الوقت مرن، يعني صلب ومرن بنفس الوقت، يعني مرن اقدر احركه باي جهه، وصلب ما يصير بيه انسداد، عكس التيوبات اللي هي شو اسمه اللي يصير بيها كينكينج بسرعه، اللي هي تيوبات البلاستيكيه العاديه. هاي بيا عمليات استخدمها هذا التيوب اللي سميناه ارمارت، وراح ناخذها بالمحاضره الجايه. عمليات الهيد والنك سيرجري، هاي العمليات اللي اتوقع بها لانه اليوتيوب راح يصير بيه كينكينج، اتوقع انه راس المريض هو راح ياثر على اليوتيوب وراح يسوي لنا كينكينج. اذا ممكن بعد شنو
نخلي للمريض بايتي بلوك، هذا القطعة البلاستيكية نخليها حتى المريض ما يعض على التيوب ويسوي لنا مشكلة، أو نخلي المريض شو اسمه أديكويت ليفل أوف أنستيزيا، يعني نخلي ديب أنستيزيا، يلا نسوي له تيوب حتى ما يعض التيوب ولا يسوي لنا مشكلة ولا يصير سبازم ولا أي شيء. واللي قدام احنا مسوين كيرفول اكزامينيشن، يعني احنا اللي قدام احنا نسوي الاكزامينيشن للمريض، وقبل بيوم همنا الطبيب مسوي للبيشنت مسوي له اكزامينيشن وشايف ما عنده مشاكل بالماوث، يعني يسوي الاكزامينيشن يشوف الاسنان مالته يشوف الاير واي مالته، احنا اللي قدام ذني متشيكين حتى نتجنب اي مشكلة ممكن تصير. زين اذا صارت عندنا الابستراكشن، يعني صار عندنا ابستراكشن وعرفنا، يعني شلون نعرفه؟ اول شيء شلون نعرفه؟ من خلال المونيتور. المونيتور مالتي ايش راح يقرا؟ راح يبقى يقرا انكريز بالبيك بريشر، الضغط مال الراد، معناته اكو، معناته شنو؟ معناته عندي اكو مقاومه للريسبيريشن من المريض، يعني المريض جاي يقاوم او الايروي جاي يقاوم لنا النفس، يعني النفس ما جاي يمشي بسهوله، فمعناته شنو؟ معناته اما المريض قعد، يعني رجعت له المصل باور، يعني قعد، من يقعد المريض راح يخلص، يعني من يخلص المصل ريلاكسنت راح يرجع يقعد المريض، راح يسوي لنا مقاومه لهذا للانسبيريشن، فيصير عندي زياده بالضغط ويصير عندي ريسيستنت. او اذا ما قعد المريض فاني معناته عندي اوبستراكشن، فأني أشيك أشوف المريض صار عندي زيادة بالضغط وصار عندي ريسيستنت، أشوف المريض ما قاعد أشيك ما قاعد، معناته عندي أكو شي داخلي، يعني داخل ال شو اسمه داخل التيوب أكو أوبستراكشن، أكو شي يسوي لي مقاومة للنفس. زين صار عندي، قلنا صار عندي أوبستراكشن، أجي أشيك أغزشن مال المريض، أشيك التيوب أشوف فيه، اشوف افحص اجيب السكر، اسكر داخل التيوب داير ما داير التيوب، اشوف شنو المشكله اللي عندي احلها، احاول اشوف شنو انا من غيرت التيوب صار عندي مولة بالنفس، من غيرت بوزيشن مال المريض، اي شيء سويته عن قريب جديد صارت ورا المشكله اشيكه واحاول اعدله. يعني انا زحمه جبت يا اخر نقطه من يعني كونتراندكيشن ونتوقف. إيه كملت يا محمد؟ هي كملت انا خلصت هنا المحاضره. لا مو المحاضره بعد بيها هواي، بس ثاني ها هي ما راح اخذ شيء جديد، بس هاي لانه تعتبر نقطه من ذنيته ما اقدر اعوفها، يعني هاي نقطه من ذنيته ما اقدر، بس هاي التريتمنت قلنا اكو شيء سجلوا يمكم، يعني دائما يعني بكل التخدير، يعني انتم بالشغل مالتكم find جملة لازم دائما تخلوها بالكم، find the cause، find and correct the cause، find and correct the cause، يعني شنو؟ يعني أنا صار عندي مشكلة، أول شيء أدور السبب مالتها وأصلحها نفسه هو، تعرفون شلون؟ يعني أنا هسه صار عندي مشكلة وعرفت أني عندي انسداد، قبل أروح أدور على السبب اللي سوالي انسداد وأصلح السبب نفسه، فهاي دائما تحل لكم المشكلة، قبل أروح أشوف شنو المشكلة عندي باليوتيوب بالبريتنج سيستم بالبيشنت نفسه، شنو السبب؟ بسرعة أدور السبب، فايند يعني أجد السبب وأحل المشكلة مالته. وهاي تعيشون السلمة، عندكم سؤال عندكم شيء؟ هذا البقية هنكملها على المحاضرة الجاية، هي اكستوبيشن هاي ناخذها لازم بالهذا بالمختبر، يعني على الخميس الجاي إن شاء الله. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ طلاب؟ عندكم شيء؟ عندكم هاي؟ أي شيء على المحاضرة؟ عاشت ايدكم. مو هاي المحاضرة، المحاضرة تجي او اللي بعدها راح اسوي لكم كويز للمحاضرات اللي اخذناهن بعد نص السنة، نحتاج كويز هنا يعني لازم نسويه.
بالمحاضرات اللي أخذناها من الكورس الثاني، فأنتوا أقروا. وبعد شي لاخ شو اسمه أحتاج منكم تسوون هذا سيميلارات، أنا أعطيكم عناوين كل جروب، أعطي عنوان تسوون سيميلارات على مود أخلي لكم عليهم اليومي. أوكي تسمعون؟ تسمعون؟ ما يجي يسمع؟